حالات هنا لي سيكوريتي طاح يول البارح هنايا فيه مرض هزاتو امبيلونس راه ما بين الموت والحياه، ما عنده حتى شي ريال، حتى خلاصو ما مخلصوش على ما يزيد سبعه ديال الشهور ولا ثمانيه ديال الشهور ما خالش. اش غادي يدير هذاك السيد دابا؟ واش غادي يموت؟ واش غادي اش غادي شكون اللي غادي يعاونو؟ شكون اللي غادي يعطيه رزقه؟ اش كيبان هاد الناس هادو هما كاين اللي وصل 60 سنه فين هو حقهم؟ هادو هما شكون اللي عنده هاد الناس هادو؟ شكون اللي يعطيهم رزقهم هادو؟ راه 300 واحد اللي كاينه في هاد الضيعه هادي مازال ما استافد حتى درهم، راه مشردين منهم انا، وكاين الناس اللي خدامين العائله ديالهم جوج الناس هنا هما بولادهم بكلشي كيوصلوا سته الدراري سبعه الدراري كاينين في الدار، هما خدامين في هاد الضيعه هادي المده ديال 20 عام 25 عام 30 عام، كاين اللي خدام من 98 94 92 خصو يجي خصو يطيح الارض يفك هاد المشكل ولا توقع شي كارثه اللي ما عمرها ما كانت في المغرب كاع. الا كان هاد الحل هذا راه بنادم غادي يجي انا براسي انا بلاصتي اللي ما دار معايا الحر غادي نجي ندير شي كارثه هنا وغنطحر غنخليها ذكرى انايا في هاد الفايته تعميره الا ما دار الحل. مشيتي تماديتي له على شي حاجه ديالو كيقول لك ماشي قانوني، بغيتي حقك فينا هو القانون؟ ما فهمناش حنا اش غادي نديروا مع هاد الناس هادو. العماله كنمشيو ليها كيقول لك غنعيطوا ليه، كنمشيو للجماعه القياده كيقول لك غنعيطوا نمشيو للولايه غادي نعيطوا ليه، ما فهمتش انا هاد الباترون هذا مالو. هادي عامين هو كيلعب علينا لا حنا لا كلشي، درتي شي حاجه ماشي قانونيه؟ لا داكشي ماشي قانوني، غادي تحمل المسؤوليه ديالو، وحنا ملي كنطالبوا القانون ديالنا ما كاين اللي كيجي معنا. حنا بغينا نعرفوا هاد السيد هذا اشنا هو الدور ديالو، اشنا هو الدور ديال 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 القياده هنا ولا ديال العماله وديال هذا اللي مخلين هاد الناس هادو مشردين هنا عامين هادي. راه كنقول حال واحد، راه الا ما دارش معنا الحال غنخليو كارثه في هاد اي تعميره هنا، وبنفسي انا كنقولها قدام الراي العام. الا ما تحط ليناش رزقي راه غادي تكون كارثه عظمى. راه عينا صابرين، عينا ما نصبروا، راه بزاف عامين راه يجي يعطينا حقنا، ما كنطلبوش شي حاجه حنايا من غير حقنا. حابس من الخدمه تفاهمنا على واحد الوضعيه ديال 32000 ريال، ما ثمن هزيل طيحنا راسنا الارض باش نشدوا ديك الريالات، ما عطانا حتى شي ريال. اه 32000 ريال في العام ديالاش؟ واش ديال التماره ديالك؟ واش ديال الحساب ديالك؟ واش حنا قلنا ملي تفاهمنا حبيا 32000 ريال قنعنا بها، ولكن حتى هذيك ما تحققش، حتى حاجه ما بانت. هذا الشيء اللي غادي نقول له انا، راه قلت لك غادي توقع كارثه عظمى ومنهم انا، انا كنقول لك قدام الراي العام، الا ما تحط ليش رزقي، انا خدام انا بحال انا كنهضر لك على نفسي، كنهضر على كل شيء ماشي على نفسي، ولكن انا خدام انا والمراه ديالي هنا وقع عليها كارثه اكسيدون ترافاي، مقطع عليها الصباع ديال يديها، ما شاده حتى ريال، لا تغطيه صحيه، لا حتى حاجه ما بقى ما تسوت ليها ديالها لا هي لا انا معاها. راه كنقول لك انا غندير كارثه عظمى لا انا لا العائله ديالي لا هاد الناس هادو كاملين. غادي نجيو لهنا وغادي نديرو شي كارثه في اي تعميره الا ما داش الحل لهذا الشيء هذا، راه بزاف عينا هذا. لا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.